قصدي يلا جيبه. جيتك معلم، جيتك. ليك ولو بس كنت انا بخشهم لا تواخذني، بس الراس كان بده طبخيش تظبيط. كرم عينك. بس طبخوش لك يوم معلم. يلا ليكني عم سوي لك فهمك. اوه! ليش عم تضرب؟ يلا ولك نغسل لك ساعة ما خلصت. ايش بقى بغضب؟ ايش بك؟ صرنا سنة متحملينك، شوفت ولد صغير انت، والله بشيلك بزتك من هون. ها؟ اتدخنت؟ نحن عم نتحملك لانك ضيف، والله بشيلك بزتك. ها؟ خزان ولاد ابوه يا ابو غضب، روح عم تضربني ويا ارضي. والله ما عاد عيد، الله يخليك تركني ابوس ايدك، ابوس ايدك تركني، والله توبه ما عاد عيدها، لا لا خلص عيدني ابوس ايدك يا ابو غضب، عيدني. يا عزم شو هذا الجردون؟ عمره خلصني، 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 ضل بدأ حالك معه. أنا هدأت النهار ضربني ست شهور، ضربني بضرب ودخلت على البلد خربني بالكف عفسني فيه. إيش نسيت معه؟ إيش نسيت معه؟ طالع إيش نحل مع هذا؟ لك أنا إيش قلت؟ أنا قلت صايق طول زلمة عم خاف إنه أنت اللي بضربه، ما شفته بنطلع زي مثل سبايدر مان يا زلمة. إيش رأيك في هذا الشيء صار سريع فيه؟ ما عندي لا بكرة شيء حل عني يا زلمة، في شيء بعين في شيء عني؟ هو عينك ولا أنا سلام؟ جعفر. سلام. بازم تنور. أمرك معلم، أمرك وجيفي وتع. أمرك معلم، وين هو تحت؟ إيه لا تطول ولا أمرك معلم. صدر وينك أبو غضب؟ وينك؟ أهلين أبو نمر. أهلين أبو غضب. أنت وين القهوة؟ أبو عزم إيه معلم؟ وجيب له قهوة. ما في قهوة معلم. نجيب مي. أمرك معلم، أمرك. أبو غضب إيش رأيك في الكاسة؟ إيه بدل حالك. إيه طبعا نشوف مين بتبهدل. سوجي علي علي ماني ابو خلص رايح هو بالك معك هو خلص راح بدني معلم روح ما نشوف وجهك انا بعدين
أنا ضامي هذا سجع عليها ليش دخلنا؟ يا دخل بين البصرة وشو ده مبنو بغيره انت ايه شو طلع عيني سوج عليك كله سوج عليك طيب خليك اوه اوه اوه